في شخص يعني هو كومبليس معه، ولكن فقط يخفي على الصحافة وعلى الرأي العام يعني أن هذا المشاريع كلها يعني مخدومة لأبيه. ما عرفتش، ولكن انا على حسب الاكسبيرينس ديالي واللي شفته، ما كانش بحكم انا ما كانش عندي كونتاكت مع الفنانين، ماشي انا اللي كنعيط لهم مباشره ولا هذا. فانا كنعاودلك على لو كونسيبت كامل ملي كيدخل الفنان حتى كيخرج كيفاش كيدوز. مي كان كيوقعوا فريمون مواقف، انفعالات ديال الفنان اللي كيقدر يدير شي انفعال خايب بزاف. مي ما نضبطش مثل هذا النوع، واش راح يكون رد فعلك بعدين؟ انا درت كاميرا خفيه العام في المغرب، كدوت على قناه ثانيه، ولكن بحجم مراكز الجلال، بحجم خطوره مراكز انا فاش كان عندي ميتينغ مع رامين وتحل الاسانسور شفت رامين، انا ما قالوش ليا شنو، قال لي ميتينغ شغل، فاش تحل الاسانسور شفت رامين كل بيسكت، وانا عارفه غير غادي يتعامل معاه غادي يجي يدير فيا المقلبه. شرحوا لي البرنامج، شرحوا لي كل شيء، وقال لي انت موافقه، وانا كنقول لا خاطي انا ما نقدريش ديري هادشي، لا هادشي خطير، لا انت كتخافي،